السلام عليكم. في كل فترة نسمع عن اكتشاف جديد يؤكد صحة القرآن والروايات الإسلامية، وهذا لم يعد شيئا غريبا علينا. ومن أكثر الأمور التي شغلت العالم بكامله هو سفينة نوح عليه السلام، فانطلقت حملات البحث عن هذه السفينة العجيبة والتي حملت الحيوانات والبشر كلهم على متنها. ولكن ماذا كانت نتيجة البحث عنها؟ وهل هي موجودة اليوم فعلا؟ وأين تم إيجادها؟ في هذا المقطع سنروي لكم كل ما يتعلق بهذه القصة المثيرة، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. دعا نوح عليه السلام قومه للإيمان 950 سنة، وعندما فقد الأمل منهم دعا ربه أن ينزل عليهم العذاب ولا يترك منهم أحدا على وجه الأرض، فأمره الله تعالى ببناء سفينة عظيمة استغرق بناؤها 10 سنين، ويقال أن بناءها استمر 80 سنة، وأن نوح عليه السلام قام بزراعة الأشجار وانتظارها حتى كبرت، ثم قام باستعمال خشبها في بناء السفينة الهائلة. وقد كان سيدنا نوح نجارا ماهرا، وقد ساعده في بناء تلك السفينة القلة القليلة ممن آمن معه من قومه، بينما كان باقي القوم يمرون فيسخرون منه ويستهزئون به لأنه يبني سفينة على اليابسة. وكانت السفينة مكونة من طابق علوي وطابق متوسط وطابق سفلي، وكان في كل طابق نوافذ صغيرة. ثم أرسل الله تعالى على قومه الطوفان، فغرق كل من في الأرض إلا من صعد إلى تلك السفينة العظيمة. وبعد طوفان الأرض لعدة أيام، أمر الله تعالى الأرض أن تبتلع الماء، فجفت مياه الطوفان بالتدريج حتى اختفت كليا. ورست السفينة بما فيها من المؤمنين ومن جميع أزواج المخلوقات على أحد الجبال العالية، والذي يدعى بجبل الجودي. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ولكن أين هو ذلك الجبل اليوم؟ وهل حقا تم إيجاد سفينة نوح عليه السلام ولا زالت باقية كما هي إلى اليوم؟ يقال أن جبل الجودي هو جبل يقع في تركيا، وبالتحديد في جنوب شرق تركيا، أي على مقربة من الحدود العراقية السورية، ويعتبر هذا الجبل من أعلى القمم الموجودة في تركيا، ويدعى اليوم بجبل أرارات، وارتفاعه يفوق 5000 متر فوق سطح البحر. ولقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه ترك السفينة دليلا وآية للأقوام بعد قوم نوح، فقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وفسر العلماء قوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر بتفسيرين اثنين، فمن العلماء من يقول أن السفينة قد بقيت لعدة قرون بعد موت سيدنا نوح عليه السلام حتى رأتها الأجيال من بعده ثم اختفت وتلاشت، ومن العلماء من يقول أن السفينة ما زالت بقية إلى يومنا هذا كآية ودليل على قدرة الله تعالى ومعجزاته، ولكنها قد دفنت تحت الثلج في جبل أرارات، أو أنه قد تم إيجادها وأخفاء الأمر عن الناس لأسباب حكومية. ولقد أشارت تقارير عدة أن الأقمار الصناعية الأمريكية لديها صور عن هذه السفينة منذ وقت طويل، إلا أنها ولسبب ما لا تريد إظهارها. ويقال أنه في عام 1995 قامت أحد الأقمار الصناعية الأمريكية بتصوير جبل أرارات، حيث التقطت صورا واضحة لما يعتبر سفينة نوح، ولكن ذلك كله غير مؤكد بعد. وفي عام 1959 اكتشف مغامران أمريكيان آثارا يحتمل أنها لسفينة نوح في شرق تركيا، وذلك بعد أن أشار أحد الفلاحين إلى وجود شيء غريب بدت ملامحه بارزة بعد حدوث زلزال في المنطقة. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء مؤكد بخصوص إيجاد سفينة نوح العظيمة. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقطع،
إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع أصدقائك، ولا تنسوا دعمنا عن طريق الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.